يسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا حلقه جديده من برنامج خلينا صغار. بهذه الحلقه رح نتعرف اكيد على رواد جدد ومواهب جديده من اصدقائنا الاطفال، واليوم بدايه ما رح اعرف عنهم، هن رح اترككم يعرفوا عن حالهم لكل حدا وموهبته واكيد شو بيدرس واي صف. نبدا من عندك، تفضل. اسمي مجد، عمري 12 بالصف السابع. موهبتك؟ رائد على مستوى القطر بالعزف على الجيتار. حلو، تفضلي. بالصف السابع، رائد على مستوى القطر في مجال العلوم. اهلا وسهلا. وانتي؟ زهراء يوسف، الصف الثالث، رائد على مستوى المسرح. حلو، حضرتك؟ رفيق الطليعية الإعلامية الصغيرة شهد يوسف، رائد على مستوى المحافظة بالإعلام. اهلا وسهلا فيكم جميعا، اكيد انتم رواد جدد ومواهبكم كتير حلوه متميزه حسب ما انتم هلا، يعني اكيد اليوم حلقتنا كتير حلوه متميزه بوجودكم. حلقتنا بديت، بدنا نبدا من عندك مجد. حلو كتير مجد، الله عزفك اكيد حلو مميز. خبرني عن هاي الهوايه مجد، انت كيف اكتشفت انه انت بتحب الجيتار؟ من 4 سنين كنت صغير، اهلي هنا اكتشفوا اني انا بحب الجيتار، واي صوت كان له علاقه بالجيتار فورا كان يلفت لي نظري. واهلي ساعدوني، والمركز الوطني للموسيقى هو ساعدني لوصل لهالمرحله. يعني حسيت حالك انه هيدي الاله بالتحديد هي موهبتك انت. بس حصرا آلة الجيتار. هل كان في اله ثانيه شدت لك انتباهك كمان حبيت انك تعزف عليها، الات وتريه يعني او غير وتريه؟ هو انه كان في بس اكثر شيء لفت لي نظري هو الجيتار، اكثر شيء حبيته الجيتار، مع انها هي اله غربيه يعني شوي يمكن هو بعيد عن الشرق. نحن الالات المتعارفين عليها الوتريه مثل القانون او العود، يعني انت تحديدا يعني انت لانك بتحب يعني الموسيقى الغربيه او بتحب العزف الغربي، ولا انه لا انت اخترت الجيتار لانه هيك كموهبه، يعني انت كعزف غربي بس بتحبه؟ انا اخترته من ناحيه انه هو اله شرق غربيه اكثر، لانه المقطوعات الغربيه بحسها انه بفضلها اكثر من المقطوعات الشرقيه. بفضلها اكثر. هل فكرت مره بتحب انك تعزف شرقي؟ احيانا. احيانا، حلو. كمان بدنا نتعرف على موهبتك يا ميرا، انت حضرتك رائده بمجال العلوم والبحث العلمي، يعني هي فعلا هي موهبه حلوه وبنفس الوقت علميه ومفيده، يعني هي مفيده لإلك، مفيده للمستقبل، يعني هي مفيده بكل النواحي. كيف انت حسيتي حالك انه انت لا ميولك للبحث العلمي؟ يعني ليش ما مواهبك ثانيه مثل نحن المواهب متعودين عليها للاطفال انه بدهم يرسموا، بدهم يعزفوا، بدهم يغنوا، لا انت بحث علمي؟ هلا نحن انه بما انه نحن ببيئه ساحليه في تنوع جبلي وساحلي، وانه انا لما رحت على الرواد قدمت شرحت سمكه، تعرفنا على الجهاز التكاثري الانثوي والذكري للسمكه. حلو. وعملت حوض اني بمثل الرحم، هو حوض هيك دائري وحطيت فيه جنين، وانه جبت هيدا وعملت جنين وشرحت عنه. برافو، شيء كثير حلو. انت كيف هيك خطر على بالك؟ خبريني مثلا، وهي الفكره بالتحديد يعني فكره الامومه. لانه نحن لازم نهتم بالاطفال ان شاء الله، انه اذا اهتمينا بالاطفال هو الجيل القادم اللي هو اساس الوطن. حلو. يعني ما بتلاقي انه مثلا بالبحث العلمي شوي صعب؟ يعني انه ممكن انت بدك تبحثي، بدك تكتشفي كثير، بدك تبحثي كثير، يعني هي شوي نوعا ما صعوبه بعيدا خلينا نقول عن الهوايات الثانيه. لا انا بالنسبه لي حسيت انه سهل، انا لاني بحب العلوم كثير. حلو كثير. اكيد ان شاء الله نشوفك اكبر باحثه علميه ومكتشفه ايضا، اكتشفينا شغلات حلوه. هلا انت قلت عند الزغنوطه الصغيره الحلوه زهراء يوسف، اي صف انت قلتي لي زهراء؟ ثالث. شو موهبتك قلتي لي بتحبي؟ المسرح. المسرح. حلو. صوتك جربتي تمثلي على المسرح؟
وين؟ كان عندنا نحن درس بالمدرسة، فكنت خلتني الأنسة أطلع وأقرأ. قالت لي أنت شاطرة بالقري، هيك رح أخذك على مسرح وتمثلي فيه. فرحت على المسرح ومثلت فيه. حلو، شو كنتي أخذي دور؟ دور الزهرة. دور الزهرة، اسمك زهرة وأخذتي دور الزهرة، كتير حلو. إن شاء الله كمان نشوفك هيك ممثلة عالمية على المسرح. شهد، تعرفنا عليك الحلقة الماضية من خلينا صغار. حضرتك أنت الإعلامية الصغيرة اللي بترافقينا بكل حلقة، بتقدمي لنا دائما قصة وفيها عبرة وبتقدمي أسئلة، يعني حضرتك بمجال التقديم. رح ناخذ كمان منك نفس اللي أخذناه منك الحلقة الماضية ونشوفك مثلا حابة أنك تعملي لقاء مع أحد من زملائك. أنت مين بتختاري؟ مين حبيتي أكثر بالموهبة؟ يعني حبيتي البحث، حبيتي العزف، حبيتي التمثيل، الفن، أو إذا بتحبي الثلاثة سوا؟ كل الهوايات جميلة، لكن أفضل البحث العلمي. حلو، يعني للبحث العلمي. تفضلي ميرا. ميرا جاهزة معك للقاء. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجنا خلينا صغار. يسعدنا أن نلتقي مع الرائدة على مستوى القطر ميرا. ميرا أهلا وسهلا بك. أهلا. كلنا نعلم أن البحث العلمي هواية جميلة لكن صعبة قليلا، فكيف اكتشفتيها؟ أنا العلوم بحبه، وطبعا بفضل أهلي وهنن لاحظوا هيدي الموهبة عندي ونموا لي إياها من خلال تأمين بعض الكتب العلمية. وأنا يعني بحثت عبر الانترنت كمان عن بعض الأسئلة اللي ممكن أنا أطرحها حول هذا الموضوع. أنت قلت في إجابتك أنك فضلت العلوم، لماذا فضلت العلوم عن النشاطات الأخرى أو الهوايات الأخرى؟ أنا قلت أنه اللي بحب العلوم أنه بحب هيك أتعرف على شيء جديد دائما، هي هواية. حلو كتير، حلو كتير. يعني كمان ما شاء الله عندك شاهد، مو بس بالتقديم وأيضا بالإعداد بكرة رح تكون، يعني أنت بتحضري الأسئلة وبتجهزيها وتمام، يعني إن شاء الله كمان نشوفك بأكبر طبعا مجالات التقديم والإعداد كإعلامية متميزة. شكرا. بنرجع لعندك مجد، نحن كتير منحب الموسيقى وكتير ما في حدا إلا ما بيحب إلا يسمع عزف حلو معزوفة حلوة. فهلأ أنت شو حابب هيك تعملنا ريلاكس وتسمعنا معزوفة هيك على ذوقك؟ تفضل. وهي المعزوفة هي اللي فزت فيها بال... حلو كتير. هاي المعزوفة اللي هلأ رح تعزفها هي اللي انت فزت فيها بمجال بالرواد على مستوى القطر. هو تفضل. جزء من المعزوفة. جزء، اوكي تفضل. يعني فعلا هيدي المعزوفة حلوة تستحق الفوز، يعني أكيد أنت أدائك متميز كتير مجد. يعني فعلا هذا عشقك لآلة الجيتار، يعني هذا العشق بهيدي الآلة تحديدا، فأكيد عندك معلومات عنها بس نحن ما بنعرف، لا نحن ولا أصدقائك الأطفال، لذلك بدك تعرفنا عن الجيتار. شو هي آلة الجيتار؟ هلا الجيتار أنه تقسم لأكثر من جزء، في الكلاسيك والفلامينغو. الفلامينغو بقى بتقسم للسلياريز والتارانتو والتانغو، هي مقطوعة التانغو. حلو.
هلا مثلا احنا هي آلي وترية، كم عدد الأوتار بآلة الجيتار؟ ست أوتار. من عازفين الجيتار انت هيك كمجد، من عندك هيك تلاقي القدوة بتحب انت تمتثل فيه وتكون مثله مستقبلا؟ هلا هنا ثلاث ارباع من الاسبانيين، الاسبانيين هنا اساس الجيتار، هو باكو دولوسيا. حلو، شو بتعرف انه بيعزفك يعني بيعجبك انه العزف الاداء؟ ما بيعزف التأليفات كلاسيك. الموسيقية اللي هو بيألفها؟ هو ما بيعزف كلاسيك، بيعزف فلامينغو اكثر. حلو، يعني وانت حابة تمتثل وتكون يعني مثل هيدا العازف، انه تكون هيك مشهور مثله يعني تقتدي فيه؟ اوكي. حلو كثير. وين انت قلت لي درست الجيتار مجد؟ بالمركز الوطني للموسيقى عند الاستاذ زيد الراه. حلو كثير، طبعا وفق نوتات موسيقية. طبعا. والتدريبات كيف انت كل قديش مثلا بتتدرب انت على الجيتار؟ هلا المفترض انه كل واحد يتدرب كل يوم بالوقت اللي بده اياه، بس يكون بيعرف يعزف، يعني لازم يقدر يعزف اكثر وقت. يعني ما لازم تنقطع، لازم يكون في تدريب بشكل مستمر. دائم. استمراريه بالتدريب، يعني ممكن انت تنسى معزوفه مجد مثلا اذا ما انت تابعتها بشكل دائم؟ هلا اذا ما تابعتها لا اكيد انسى، اذا تابعتها اكيد ما انسى. يعني ما في شيء انه مثلا ممكن يعلق هيك بذهنك فورا، ممكن تحفظها بدون يعني سمعي، خلينا نقول تقدر ولا هيدا لا ما بنقدر الا على نوطه؟ تقدر يعني فيك على السمعي، ممكن انت عجبتك مثلا معزوفه معينه، مقطوعه موسيقيه معينه، تقدر تسمع بدون نوطه، عفوا تعزفها بدون نوطه؟ لا اعزفها يعني ما كلها، بس النوطه بيكون احسن. كنوطه احسن، يمكن ان تعزف هيك اللحن يكون قريب. ممكن. حلو كثير، يعني فعلا هذا ابداع، ما بعتبره موهبه، هذا بعتبره ابداع. ان شاء الله بالتوفيق اكيد مجد. بدي اقول لعندك ميرا، انت رائده بمجال البحث العلمي، يعني هذا الشيء انت من الصغر، يعني شو أهمية هذا الشيء إنه مثلا طفل يعني بعمر معين أو ببداية حياة أي طالب يهتم بالبحث العلمي، يعني شو أهميته إن كان هلأ بهيدي المرحلة ولا لبعدين بالمستقبل؟ إنه هلا العلوم بفيد مثلا إنه بالأدب العلمي مثلا إنه بالبكالوريا أو هيك، وعلوم هي بشكل عام إنه الحياة الطبيعة حياة حلوة، وإنه مشان بعدين مثلا ممكن إنه العلوم يفيد بالطب. بالطب حلو، يعني هو الحلو الشغلة أن تعرف كل شيء عن كل شيء، يعني وهذا الشيء بيساعدك هلأ هون بالبحث العلمي، خلينا نقول بمحافظة اللاذقية ذكرتي أنه الطبيعة، الجمال، ممكن جبال اللاذقية، البحر، ممكن الحدائق، ممكن أي شيء يساعدك لحتى بمجالك. فخبريني هون ضمن المحافظة أنت كيف بتستمدي يعني بحوثك من المحافظة؟ هلأ أنا لما شرحت السمك أنه استعملت من البحر؟ من البحر، أنه نحن ببيئة ساحلية. حلو، وفكرة انه كمان هيك كمان الحوض وعملتي الجني، وشو عملتي تجارب تانية؟ هيدي الجني وشبحت سمكة، وكمان عملت انا اقسام الزهرة. اقسام الزهرة حلو، شو حابة كمان انه تساوي؟ شو ببالك يعني هلا انت مستمدي هيك من الطبيعة بما انه بحث علمي تكتشفي ايضا، حابة تكتشفي ولا لا انه تعملي شيء مكتشف وتعملي تجارب عليه؟ انا بحب انه اتعرف على شيء جديد وانه اعمل هيك مشابه له. شو ببالك هلا؟ خبرينا نسرق هيك الفكرة. مثل حاطة شيء هلا ببالي؟ لا. طب إذا نحن قلنا لك بتساعدينا بتكتشفي لنا أي شيء؟ إذا هيك عنا حابين نكتشف شيء نحن؟ بكرة بنخبرك بتحضرينا إياه بحلقة جديدة أكيد. بدي أقول لعندك زهرة، أنت هيك الأمورة الصغيرة هلا بيناتنا، يعني أنت مين بتحبي هيك هلا من الممثلين تصيري مثلهم حابة بالمستقبل؟ قصي خوري. واو قصي هيك. شو عجبك يعني بالممثل؟ يعني بتحبي أداؤه، تمثيله، شخصيته، يعني الأدوار اللي هو عم ياخدها؟ بالنسبة لي شخصيته ودوره بالمسلسلات كلها حلو وكل شيء. يعني قصي خوري حصرا، يعني ما في ما بتحبي تكوني مثل أي حدا تاني؟ يعني أنت شو بتحبي مثلا الدور اللي هيك أنت جاي على بالك تمثليه؟ يمكن هلأ ولا بعدين، انت شو حابة تحلمي تصيري بعدين؟ انا تصير ممثل وحابة مثل هذا الدور لاني كتير بحبه. انا حاطة ببالي انه صير مثلك او اطلع بشي مسلسل ومثل فيه. ان شاء الله يا رب تحققي اللي ببالك وتصيري هيك، نشوفك بكرة ممثلة وعلى الشاشات وتقدمي لنا دور حلوها، ما يكون الادوار شريرة تاخديه، يكون دور هيك اكيد حلو مثلك. اهلين زهراء. شهد شو محضرتينا قصة اليوم؟ عن سلمى.
سلمى، شو قصة سلمى؟ سلمى هي طالبة متفوقة، أحبت أن تساعد صديقتها الفقيرة. حلو. لكن بطريقة لا تجرح مشاعرها. نسمع القصة سوا؟ بدنا نركز معها نحنا مشان نشوف بهالقصة. محضرت لنا شاهد عبرة من هيدا القصة اللي رح تقرأنا ياها هلا، وأنا ما رح قلكن لا أنا ولا شاهد، بدنا نشوف إذا أنتو ممكن يعني هيك تستخرجوا المغزى لحالكم من القصة. سلمى طالبة متفوقة وهادئة، دائما ما تكون حريصة على عمل الخير. عادت يوما من مدرستها وقابلت أباها وقالت له: يا أبي، إن لي صديقة فقيرة لا تجد ما تصرفه لأن مصروفها صغير، وهي عفيفة جدا ولا تقبل من أي أحد أي مساعدة، وأنا أحبها وأريد أن أساعدها، لكن كيف لا أدري. قال الأب: هذا شعور طيب منك يا ابنتي. واحتضنها قائلا: أنا سعيد بأني أسمع منك هذا الكلام. فقالت: ولكن كيف أساعدها؟ قال الأب: نفكر معا، فإذا أعطيتيها هدية سوف ترهق نفسها حتى ترد لك الهدية بهدية أخرى، وبالتالي بدلا من أن تساعديها كلفتيها فوق طاقتها. وإذا أردت أن تعطي لها مالا لمساعدتها فبدلا من أن تكون فأنت قد جرحت مشاعرها. قالت: نعم، وماذا أفعل يا أبي؟ قال الأب: فكري جيدا في وسيلة نساعدها بها دون أن نسبب لها أي إحراج. وبعد فترة قصيرة جاءت سلمى إلى أبيها مهرولة، فقالت له: لقد وجدت. فقال الأب: خيرا يا سلمى. قالت: لقد وجدت فكرة وأرجو أن تكون مناسبة. قال الأب: وما هي هذه الفكرة؟ قالت: سوف أقترح على صديقتي أن نشترك معا في حصالة ونضع فيها ما معنا من مصروف متوافر سواء قليل أو كثير، ومن لم يجد لا إحراج عليها ولا نفتح إلا بعد فترة، ونتقاسم ما بداخلها من مال بالنصف، وسأحاول أن أضع في الحصالة أكثر منها دون أن تعرف حتى لا أجرح مشاعرها. قال الأب: هذه فكرة جيدة يا سلمى، وإنه لكرم منك أن تتبرعي بجزء كبير من مصروفك، أما أنا فسأتبرع بمبلغ تضعونه في الحصالة في البداية كتشجيعا لكما. إني سوف أزيد مصروفك إلى الضعف لاقتراحك هذه الفكرة الجيدة. قالت سلمى: شكرا لك يا أبي. وذهبت إلى زميلتها في الحال وعرضت الفكرة عليها. قالت الزميلة سلمى: ولكن أنا مصروفي بسيط. قالت لها سلمى: فكرة فيها تعاون ومشاركة. فوافقت زميلة سلمى على الفكرة، وبدأت كل واحدة منهما تضع في الحصالة جزء من مصروفها، ووضع الأب المبلغ الذي أراد أن يشجعهما به في البداية. وبعد فترة أراد أن يفتح الحصالة فوجدتا فيها مبلغا كبيرا، ففرحتا في هذا المبلغ. وقالت زميلة سلمى: يا الله، هذا كل ما جمعناه. فقالت سلمى: نعم، إنها بركة المشاركة. وأخذت كل واحد منهما النصف، وفرحت زميلة سلمى بهذا المبلغ لأنه سوف يساعدها على شراء ما تحتاج إليه. وذهبت إلى أمها وأخبرتها عما حدث، وفهمت الأم قصد سلمى وقالت لابنتها: أتمنى لكم التفوق والنجاح. وهنا علمت سلمى أن فكرتها نجحت وكانت سعيدة بذلك. وهكذا قدمت سلمى المساعدة لزميلتها الفقيرة دون أن تسبب لها أي إحراج أو حتى تجرحها بأنها أفضل منها. حلو كتير. مين عرف المغزى؟ أنه أهمية المساعدة لها أهمية كتير كبيرة بس دون أي إحراج. حلو، برافو. مزد أهمية التعاون والمشاركة مع الآخرين. وأنت زهرة؟ التعاون هو خير والمساعدة التعاون قوة. تمام، يعني هلأ نحن المغزى اللي فهمناه شهاد شو هو؟ هو أهمية التعاون. وسلمى اقترحت فكرة بأنها ساعدت صديق زميلتها دون أي إحراج، فالتعاون مهم جدا. نحن كتير معناتها اللي استنتجنا من القصة ومن العبرة اللي حكيتها شهاد إنه نحن لازم نساعد الآخرين لكن دون أن نسبب إلهم أي إحراج، والمساعدة كتير حلوة. طبعا نحن نساعدهم لفعل الخير
وكمان حتى ممكن هن فعلا يكونوا بحاجة للمساعدة، فنحن نساعدهم دون ما نحسسهم انه هن بحاجة للمساعدة ويحسوا انه هن بنقص عن الآخرين وينحرجوا. خبرونا مثلا هيدي مثل هيك قصة. مجد، انت شي مرة هيك حبيت تساعد حدا او ساعدت حدا؟ اكيد المساعدة من اهم الاشياء اللي بتصير معنا. مثلا اي فقير مثلا بيكون قاعد الا وما مثلا تعطي اي شيء تقدمي له مساعدة. حلو، يعني طبعا نحن نقدم له مساعدة بدون ما نحسسه بالاحراج او بالاحراج. انت لما بتقدم هيدي المساعدة كيف انت بتحس حالك؟ انه شو هو الشعور اللي بينتابك بهيدي اللحظة انه انت ساعدت حدا محتاج؟ يعني انه بس انه تكون بشكل مساعد له وبقدم له شيء بيحصل. بتحس حالك انه هيك مبسوط وانت عم تعمل شيء هيك كثير حلو، عم تعمل خير مع الناس، يعني بتحس بالفرحة. تمام، كثير حلوه. وانت ميرا خبريني هيك عن شيء مساعده لاحدى من رفقاتك، او ممكن مساعده هيك قدمتيها لحدا واكيد انبسطتي انك انت ساعدتي هذا الشخص. للمساعده بشكل عام نحن انه مثلا بتعاون انه رفقاتي بنعمل مشاريع او هيك، وطبعا المساعده هي والتعاون بيولد محبه وتآلف بين الاشخاص. فانه انا بشعر انه بدنا نساعد مع حدا ساعد فعلا، هي كتير حلو. انت زهرة، التعاون هو اهم شيء ساعدتي حدا؟ لانه التعاون بيجيب لك كل شيء. مثلا اذا ما كان عندك رفقات وساعدت حدا انه وقع على الارض واهله شيء، برافو، بتساعدي بالشيل وهي وبتطيب، فبتصير رفقات او اي شيء وبتقدموا مساعدات لبعض. برافو عنك، يعني انت بتحبي يعني هذه الامور، هيك بتنبسطي لما بتساعدي حدا مثلا. حلو كثير. وشهد اكيد صارت معك قصه وانه ممكن قدمتي مساعده لحدا وهو بحاجه وانت يعني هيك لحد هلا يمكن هيدي القصه هيك مبسوطه فيها، اكيد يعني حاسه بهذا الشعور. في الصف او في المدرسه عندما ياتي طالب جديد الى صفنا فينتبه شعور بانه غريب عن الصف او غريب عن المنطقه التي هو بها، فناتي الينا نحاول ان نفهمه او نتعامل معه، وفي النهايه كما تدين تدان. فايه الا ما ان ياتي احد ويساعدنا في يوم من الايام. صحيح، اكيد يعني نحن بالنهايه اعمل خيرا اكيد خير نلقى، ولكن انه بدنا نعمل نحن بالشر شرا تلقى. صحيح، يعني نحن لازم دائما نعمل الخير ونساعد الاخرين على قد ما فينا. طبعا نحن اذا فينا نساعد لازم نساعد، لانه كله بالنهايه اكيد لنا ثواب واجر عند رب العالمين، واكيد يعني الله سبحانه وتعالى ما راح يضيعنا هذا الاجر اللي نحن ساعدنا الغير فينا. يعني الاحساس بالغير كثير حلو ومهم وضروري، وخصوصي نحن بهيدا الايام. كثير حلو انتم اصدقائي، يعني اني هيك انبسطت فيكم انه عندكم هيدا الشعور بالمسؤوليه والاحساس بالغير. يعني ان شاء الله يا رب يعني هيك تلقوا الخير دائما بحياتكم وتساعدوا على فعل الخير. شكرا. هلا شاهد نحن الفقره اللي نحن حبيناها كثير منك، هي فقره الاعلام الصغير اللي انت بهيدا الفقره قدمتي فيها اسئله لاحد المسؤولين برواد طلائع الباس، او يمكن اسئله لزملائك. مشاهدينا بدنا نروح مع هيدي الفقره لحتى نشوف زميلتنا شاهد شو قدمت لنا اسئله لاحد المسؤولين، وراجعين نكفي حوارنا مع الاصدقاء. خلوكن معنا. جربي أن تغني أغنية للأطفال؟ أول شيء أنا حبيتك كتير وعرفت هيك، قالوا لي وقالت لي العصفورة أنه اسمك شهد. شهد أنا بتمنى لك كل التوفيق، لأنه أنت كتير حدا جريء وشطور، وأنا بشوف له مستقبل كتير مهم لقدام، وأنا سعيدة فيك هلأ. صحيح صدفة، بس صدفة بتاخذ العقل. أنا رح غني لك أغنية غنتها بنوتي كمان بتغني اسمها نور، هي للسيدة فيروز، بتقول زوري زوري بيوتنا يا شمس الأطفال، وأضيئيها بيوتنا يا شمس الأطفال، لهم حب الدنيا، لهم لعب الدنيا،
وهم فرح البال يا شمس الأطفال. أنت قلتي في إجابتك أنك تغني للأطفال، ما هو السبب الذي دفعك لتغني للأطفال؟ حبيبتي هن عالم الأطفال هو أجمل شيء، وأنا يعني لما بتصحل لي الأغنية الحلوة والمناسبة لهذا الجيل اللي كتير فهيم واللي بيعرف كتير واللي سابق عمره مثل زي حكايتك، فأنا كتير إلي الشرف أني غني للأطفال، هذا السبب اللي دفعني. شكرا. ماذا تفضلين، أغاني الآن أم أغاني زمان؟ أغاني زمان أنا بحبها كتير وبحب اسمع الجديد، بس الجديد ما كله يعني بيعجبني، في شي بيعجبني وفي شي إلي مأخذ عليه وإلي هيك يعني أسباب. هاي أنت شو رأيك؟ أنت شو رأيك بالأغاني هلا اللي عم تسمعيها؟ أنت كطفلة قليل منها وقليل من زمان. أغاني لناصر زيتون. تحبي ناصر؟ نعم نعم. أنت مزوقة. شكرا. اسمحي لي بوسك. اتمنى لك التوفيق. شكرا. شكرا. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة وأشكر المطربة كنانة، وإلى اللقاء في يوم جديد مع مطربة جديدة أو أي مسؤول جديد، ومن هنا إلى الغد دمتم بألف ألف خير. وهلا مشاهدينا بعد ما تابعنا هيدي الفقره فقره الاعلام الصغير بدنا نرجع لكم اصدقائي بالاستديو. بدنا نبدا من عندك مجد، نحن دائما انت اذا منتبه يعني بدايه ونهايه عم تكون عندك، يعني معناتها نحن عم نكون دائما ما بنحب تكون البدايات مع احلى الكلام والمعزوفه والموسيقى الحلوه، فشو محضر لنا هلا، شو حابب تسمعنا؟ مخطوطه فلامينغو كمان نفس هيديك. بس جاهزين نحن معك. يا سلام. قبل ما تبلش خبرنا هاي ليش لشو يعني؟ هاي بالطبقة الأولى بقوم بحطها على الطبقة الثالثة كرمال تزيد. هاي دي مشان طبقات العزف. حلو. كثير مجد، شو هالعزف الرائع. تسلم. ما شاء الله فنان. شو رايكم بعزفه لمجد؟ عجبك عزف كثير حلو. حبيت تشمله تعزفي، عندك موهبه يعني بالعزف. رسم؟ رسم اي ممكن. رسم ممكن. العزف ولا ما عندك اي ميول فيه؟ بتحبي تسمعي موسيقى؟ طيب حلو الموسيقى الواحد يسمع، يعني نحن عم نسمع قديش ما حسينا بهذا الشعور الحلو والمتعه بعزف مجد. مجد وانت عندك هوايات ثانيه غير العزف؟ لا ما عندك ميول تاني. عزف خلاص. تحب مارس رياضة؟ تغني شي مرة بتغني وقتي عم تعزف؟ لا انا ما بملك هذا الصوت الحلو. غير انه تملك، بتحب هيك اوقات الدندنة، يعني بيقولوا هيدي الدندنة هيك بالصوت، ممكن اللحن الاغاني هيك؟ احيانا بعد. لا حلو. وبتقلي عندك زهرة، شو بتحبي تعزفي انت او ترسمي او هوايات تانية غير انك تمثلي؟ انا من زمان كنت احب العزف، بس بعدين شو صار من زمان هلا، شو صار ليش ما بقى هلا التمثيل؟ لانه ضليت اتفرج على التلفزيون وشوف الممثلين قديش مشهورين وهي، فقررت اني اكون كمان ممثله. بس كنتي طابعه بالعزف حلو، معناتها هلا التلفزيون لا خرب لك الموهبه اللي كنتي تحبيها هي العزف، ولما شفتي الممثلين غيرتي ميولك.
ان شاء الله نشوفك مثل ما بتتمني واكثر. شهد، خبرتينا انه انت من هوايات ما عندك فقط بتحبي مجال الاعلام، الاعلام والرسم، وهلا فهمنا انه كمان بتحبي البحث. لا قليلا، لكن لم اتابع، لم اقرر ان اكون في مجال البحث العلمي، فاحب الاعلام والرسم. الاعلام والرسم. رسمتي يعني عندك ترسمي انت، في عندك لوحات يعني بتحبي ترسميها؟ نعم، في اوقات الفراغ كنت امارس الرسم، لكن عندما مثل زهراء عندما اشاهد التلفاز ارى المذيعين وكم هم جميلون وعملهم جميل وممتع ومفيد للوطن ايضا بنقل الاخبار، فقررت ان اصبح مثلهم. حلو كتير. هلا بدي انا انتقل لمنظمه طلائع الباس، انتم كلكم رواد بطلائع الباس، بدي احكي عن هاي المنظمه بالتحديد. لكل حدا منكم شو قدمت له منظمه طلائع الباس؟ شو اضافت لك؟ شو الاضافه اللي اضافت لك اياها المنظمه؟ هي ساعدتنا لحتى انه نوصل لهالمرحله، وهي قدمت لنا كل الاحتياجات، وكمان هي اللي حاولت تنمي لنا هالموهبه. حلو، يعني كان عندك موهبه، انت حسيت بطلائع منظمه طلائع الباس انت نميت هوايتك اكثر وصرت طبعا تحس بموهبتك بوجودك وثقه بالنفس اكثر، صحيح؟ صحيح. ومن تميرة؟ هلا منظمه طلائع الباس هي سرتنا الثانيه، وطبعا هي بتعلمنا وبترعانا، وهي لاحظت مواهبنا ومواهب رفقات الطلائعين، وطبعا هيدا مفيد للوطن بما انه نحن رواد. حلو كتير طبعا. اكيد يعني هي فعلا منظمه، هي يعني هي الراعيه اكيد لطلابنا ولاطفالنا لحتى يكونوا بنات المستقبل، يعني هي اكيد عم تربي جيل بعد جيل. شهد، المنظمه من خلال النشاطات التي كانت تقوم بها، فهي في كل العام كانت تقيم مجموعه من النشاطات، ونحن الاعلاميين الذين كنا نغطيها. شيء اخر، المسابقات على مستوى القطر هي اكبر هديه او اكبر صحيح. مساعده قدمته لنا. اكيد يعني هي مساعده وهديه انه انتم باعمار انه تكونوا رواد على مستوى القطر، لكم اسمكم من الصغر، ولكم طبعا اي حدا عنده موهبه بيمتلكها عم ينميها من الصغر، اكيد هذا الشيء بالمستقبل رح يوصل، يعني يكون واصل بثقه وبيكون باذن الله يعني واصل صح مثل ما بيقولوا. يعني انت عم تتعلم العزف من صغرك بمساعده طبعا منظمه طلائع الباس، بتشجيع طبعا من اصدقائك ودعم، يعني اكيد بالمستقبل ان شاء الله بتوصلوا جميعا طبعا لمراحل والمراتب اللي انتم بتتمنوها جميعكم. كلمه اخيره هيك، انتم شو بتحبوا مثلا كل حدا انه شو حابب يصير بالمستقبل، لوين حابب يوصل؟ مجد، انا حلمي اني اصير دكتور وعازف جيتار. دكتور وعازف جيتار، حلو كثير. وانت ميرا؟ انا طبيبه اطفال. طبيبه اطفال، ورح تتابع ايضا بمجال البحث العلمي؟ اكيد، يعني متابعه بمجال البحث، لكن تحبي طب الاطفال. ليش اخترتي الاطفال؟ انت لاحظت عليكي كل شيء له بالام الطفل كذا، بتحبي الطفوله كثير. ونحن انه لما بدنا نهتم بالاطفال من لما بيكونوا صغار بنبني وطننا بشكل افضل ان شاء الله. اكيد يعني نحن اكيد املنا فيكم انتم للاطفال، يعني بهيك عمر ان شاء الله ببناء مستقبل افضل باذن الله. وانت زهره شو حابه تكوني؟ خبريني. مو بس انت خلص قطعت، ما عندك ولا شيء، حابه اي مهنه اخرى؟ تمثيل فقط. حابه تدرسي شيء مثلا تطلعي مثلهم مثلا مثل الشباب دكتوره؟ انا مثل ما قالت كنت حابه انا بدي اصير ان شاء الله دكتوره اطفال او ممثله. او ممثله، لكن التمثيل اخذ لك عقلك بكل شيء، تركتي العزف وتركتي الطب وخلص ممثله. ان شاء الله بنشوفك اكبر ممثله زهراء، وهيك بنحضر بكره، خلينا نتابعك ان شاء الله بنشوفك هيك عالميه بالشهره. موفقين. شهد، انت خلص عرفنا موهبتك بمجال التقديم ومذيعه واعلاميه، واكيد تمنينا لك وايضا رح نتمنى لك كمان. شكرا. تكوني اعلاميه متميزه باعلامنا الوطني. لكن انا الان اعلاميه في الصف الرابع والخامس والسادس، وتابع هوايتي وتقدم لي جميع المسابقات والنشاطات، لكن عندما اصل للصف السابع او الصف الثامن لا يقدم لي. ماذا سوف يقدم لي؟ سوف تنقطع موهبتي.
لماذا على الصف السابع؟ لأن في الصف الرابع والخامس والسادس هناك نشاطات كبيرة خاصة يعني قصد بطلائع البعث. نعم فتقدم لي جميع المؤهلات لكي أمارس موهبتي، لكن عندما أصل لمراحل الشبيبة لا أظن أنه سوف تقدم لي. لا إن شاء الله أكيد، يعني إن كان بطلاء البعث ولا منظمة الشبيبة ولا أي منظمة ترعى طبعا أكيد ترعى مواهب الطلاب، أي حدا عنده موهبة، وأكيد أنت رح تتابعيها، يعني ما تقطعي الأمل أنه كلا لن أقطعها ببالك أنه لا أنت للصف السادس أنا بدي أقطع موهبتي، لا أنت بتكملي، أنت هيدي موهبة أنت أعطاك إياها رب العالمين أنه عندك إياها بالفطرة، فأنت رح تتعبي عليها رح تقدميها إن كان منظمة طلاء البعث إن كان بالشبيبة إن كان بأي منظمة أخرى. أنا لن أقطعها. في صار معاهد خاصة، صار في مدارس خاصة لإعداد طبعا والتأهيل الإعلامي، فهيدا الشيء ما بتخاف عليه أبدا على مستقبلك الإعلامي، لأنه إن شاء الله أكيد رح يكون ناجح وزاهر، لأنه كمان أيضا هذا الخوف والحرص على موهبتك من هلأ يعني هو أهم من الموهبة، أنه يعني الواحد أنه يحافظ على موهبة هو بحبها هو بحبب أنه يكون فيها هي أهم من أنه أنت شو موهبتك. المغزى من حديثي أن أي مسؤول ماذا سيقدم لنا نحن الأطفال لكي تستمر موهبتنا. وهلا اصدقائي رح نروح ننتقل لفقره اصدقاء وجاريت، طبعا كثير اصدقاء راسلونا على صفحه طبعا الحلقه حلقه خلينا صغار وعلى برنامج اصدقاء وجاريت، وطبعا اللي حابب ايضا راسلنا وينضم لنا وينضم لاصدقاء وجاريت تابعونا طبعا وراسلونا على الرابط الموجود باسفل الشاشه. هلا برجع لكم اصدقائي المتواجدين معي بالاستديو، انتم حابين تقولوا شيء قبل ما نختم بحلقتنا؟ وكثير انبسطت معكم وكثير كنتم متميزين واكيد بتمنى لكم الافضل بالمستقبل. بدنا عندك مجد حابب تقول شيء؟ بشكر كل الناس اللي ساعدوني، وبشكر اهلي والاستاذ زيد الراهب هو اللي ساعدني ووصلني لهون، منظمه طلاء البعث، بشكر الجميع. اكيد اكيد الشكر وصلون منك مجد. تفضلي ميرا. انا بشكر بلدي ورئيسنا الغالي، وبشكر منظمة طلاء البعث ومدرستي وأنستي العلوم الآن سميساء، وبشكر ماما وبابا وإخواتي اللي شجعوني وساعدوني وهيئوا لي جو للدراسة. أكيد رح يوصلون شكرك ميرا. تفضلي زهراء، أنت مين حابة كمان تشكري تقولي؟ بشكر أختي إنه هي بالبيت ضلت تساعدني وتوقف معي، وكل إخواتي طبعاً وأمي وبابا لأنه هني ساعدوني لحتى أوصل لهم. نحن نتشكرك يا حلة لأنك كنتي معنا اليوم وجيتي وعملتينا طبعا هيدا الإضافة الحلوة على برنامجنا من كلماتك الحلوين وحكاتك الحلوين. تفضلي شهد. بشكر مدربتي كيندا، بشكر رفقاتي، وبشكر مدرستي والكل عم يشوفونا هلا، وماما وبابا واخواتي. وانا بشكركم كثير انكم معي لليوم، وكثير انبسطت معكم، كانت حلقه متميزه بمواهبكم وبابداعكم طبعا جميعا. اهلا وسهلا فيكي شهد، انت اكيد ضيفه عزيزه دائما ببرنامجنا. شكرا لك مجد، ميرا، زهراء وشهد، شكرا لكم. مشاهدينا بنلاقيكم بحلقه جديده قادمه باذن الله من خلينا صغار. شكرا للمتابعه، الى اللقاء.